السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا المدفع الصاروخي شديناه على 7.5 حصان. طبعا أنا أشكر أبو أنس الراوي اللي دزل لي إياه، والحمد لله والشكر طلع مثل ما أردت أني، وجاي يغطي عندي خوش مسافة، يعني على 7.5 يغطي تقريبا 35 إلى 36 متر. إذا أكو هواء، إذا ماكو هواء لا يبعد شوية. وإذا أشغله، هذا طبعا على السنجل، ها مشغلينه 7.5 على 7.5 حصان سنجل. وإذا أشغله على 15 حصان لا يبعد أبعد ومسافة أبعد. هسه شوف هذا عجت جاء أرش تقريبا دونم دونم، يعني رش دونم مسيطر عليه، مسيطر عليه كله جاي يغطيه، والحمد لله. وأنا أشكر أبو أنس هواية لأن عنده مصداقية، وطلع مثل ما الرجال حكى وعلى المواصفات إجانا، وأشكره جزيل الشكر. وأنصح طبعا، أنصح اللي الفلاح اللي يأخذه أنصح يأخذه، لأن حقيقة يوفر هواية، يوفر هواية خطوط ونوزلات.